رسالة بعث بها المستمع عبد الله الحسن أحمد، يقول: حدثونا عن حجاب المرأة، وإذا رفضت المرأة الحجاب فكيف يكون تصرف الزوج؟ جزاكم الله خيرا. حجاب المرأة هو ما يسترها عن الرجال بأن تلبس الملابس الضافية والملابس غير الضيقة وغير الشفافة والملابس التي ليس فيها زينة وفتنة، وإنما تكون ثيابا ساترة وضافية وتغطي جميع الجسم عن الرجال. هذا هو ستر المرأة، تغطي وجهها وكفيها وقدميها وترخي من ثوبها من خلفها لتغطي عقبيها، ولو سحب على الأرض من ورائها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو أمر به، لما فيه من الستر للمرأة. الحاصل أن حجاب المرأة هو ما يستر جميع جسمها عن الرجال غير الأجانب، عن الرجال غير المحارم، بما في ذلك وجهها وكفاها وسائر بدنها. هذا هو الحجاب الصحيح الذي يدرأ الفتنة عن الرجال والنساء. قال سبحانه وتعالى في أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات مأمورات بالحجاب عن الرجال فإن غيرهن من باب أولى. وأيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء الأمة، والتعليم بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهن، لأن الطهارة مطلوبة لجميع الأمة. جزاكم الله خيرا. الشق الثاني من سؤال الشيخ صالح: إذا امتنعت الزوجة عن الحجاب تلزم بذلك؟ تلزم. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل وهو الزوج أو الولي له القوامة على المرأة بأن يلزمها بالحجاب ويؤدبها على ذلك حتى تلتزم. بارك الله فيكم. إذن لا بد من أن تحتجب المسلمة إذا ما أرادت أن تبقى مع زوج مسلم. لا بد من هذا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.